واش الخوت صباح الخير عليكم، تحياتي لكم كاملين، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، صحتكم ولا طويراتكم. مرحبا بكم في فلوق جديد اليوم نهار الحد، راكم عارفين قرايه تكون عامره اليوم ان شاء الله. غادي نبداو الدويره ديالنا على بركه الله، نمشيو نشوفوا الطفرات والانواع اللي كاينين، اي حاجه ولات لكن في العاده غادي نوريوها لكم. خليكم معنا نبداو الدويره ديالنا والله يدير الخير. فوالا الخوت، اول بياساتي غنبداو بهم في القرعه كيفما كتشوفوا، غنبداو بكناري اورانج وسيترون عند خويا رضوان. ها هو هذا هو الصداع الراس، كيتفاكش معايا ديما رايح معايا في القرعه وديما جاي عندي نصدع ليا راسي. ضحك معاه. المهم راه عنده شي بياسات ديال اورانج وسيترون، اللي بغى شي حاجه مرحبا بها. هما البياسات اللي عنده كيفما كتشوفوا، كاين شي وليدات في الدار اللي بغى شي حاجه، وليدات اللي بغى شي حاجه يا خويا كيفما كتسمعوا الشنابر ديال الكنار، سيترون اورانج مجلج اي حاجه، البيض تشربيض كاين شربيت، راه كاين الخوت اللي بغى اي حاجه مرحبا به، الثمن مناسب ولا غتشي ليه بلا ثمن مناسب، الثمن مناسب الخوت تكارجو مع الثمن، واللي بغى شي حاجه مرحبا به الله يسر لك ابو رضوان. المهم انا خليتهم الميناء ديال خويا رضوان، اللي بغى شي حاجه يتصل به راه كاين كذا شويه موجود، وكاين عنده سي اش تبارك الله نقيه في الدار، فهمتيني راه هو مربي تبارك الله طويره الكوامونين، شماش شدواش بروغرام اليمونتير مزيان. المهم انا خليتهم الميناء ديالو، اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه قول لي النميره 06 06 07 51 86 44 هانتوما الخوت، سمعتو النميرة، اللي بغى شي حاجة يتواصل مع خويا رضوان الله يسخر لك الأمور، وآخر كلامنا هو الله يدير الخير الله يدير الخير. هانتوما الخوت عشاق الطيور الحصون كيفما كتشوفوا، أول طوير غادي نصوروه في قريعة اللهم بارك، هذا قريع ولا جدير؟ جدر جدر اللهم بارك، قديم في الكاش تبارك الله، شحال دارو دابا؟ عامين عامين في الكاج اللهم بارك، رجيلات حليب كيف ما كتشوفوا، مقار داكي روزي اللهم بارك، شوف التحميره كي دايره، اللي بغاه مرحبا به. حنا كنتواجدوا داخل السوق رائعه. بالنسبه للثمن عمي شحال الثمن ديالو؟ 1000 درهم اللهم بارك، 1000 درهم الاخوان الثمن ديالو. ديجا خدام كوبلور ولا عمرو خدام؟ لا عمرو خدام، عمرو خدام الخوت كيف ما كتشوفوا، بياسه تبارك الله زوينه اللهم بارك، اللي بغى شي حاجه مرحبا به، تبيعها في القرعه ولا تخلي النميره لا بغى شي واحد. الله يسخر لك الامور، كيف ما قال لي العميم راه يبيعها في الفوق قريعه، الله يسر لك الامور الله يسخر. عشاق طيور الطبيعه الله مرحبا بكم، كيف ما كتشوفوا كاين عندنا البيو، كاين الولوال، الولوال اللي طاير صراحه كيبغيو بزاف الناس، اللهم بارك مغرد صراحه، التغريد ديالو زوين. اللي بغى شي حاجه مرحبا به، هاد بيستر عند خويا دريس، راه ديجا كنخلي لكم النميره ديالو. بالنسبه للثمن ديال الولوال كيبقى ب 100 درهم، والثمن ديال البيو 1000 ريال صراحه. انا نضرب الدويره دابا في القريعه، طائر الولوال والبيو كاع ما كاينين، كاين الوطواط هو اللي كيدور دابا في القريعه. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا به، راه عندنا الولوال وكاين البيو وكاين بياسات ديال الاغاطا كلاسيك، جوج بياسات هما كما كتشوفوا. اللي بغى شي حاجه انا نخلي لكم الميناء ديال خويا دريس، تواصلوا معاه، الثمن الاخر ديال الولوال 100 درهم والبيو 1000 ريال، ومرحبا بكم الخوت. عشاق طائر الحصون مرة أخرى كيف ما كتشوفوا، قرية اللهم بارك، دار في الكاش تقريبا دابا شي عام، اللهم بارك حمر مزيان تبارك الله، رجيلة تاع حليب كيف ما كتشوفوا. اللي بغاه تا هو راه عند خويا دريس، من بعد ما شفنا طائر الولوال والباو اللي عنده، الطوير قرية راه عنده محفظو تبارك الله، ويدانية كاع الطيور اللي عنده تقريبا محفظهم القرع، راه تبارك الله باقي عنده بياسات في الدار بالزيت. اللي بغى شي حاجة مرحبا به، كاين بياسات اللي عاقل، كاين اللي باقي ما عاقلش في الكاش. المهم اللي بغى شي حاجه الخوت، راه خليت لكم النميره ديال خويا دريس، نعاود نخليها لكم تحت الفيديو. اللي بغى الطوير مرحبا به، واللي بغى طويرات اخر راه موجودين عنده في الدار. دريس الثمن ديال الطوير شحال؟ دريس شحال الثمن ديال الطير؟ اخر ثمن الخوت ديال الطوير هو 500 درهم، راه حافظ اللهم بارك مسمع ودانيه، وراه تبارك الله راه رجيلات حليب راه ضارب في الكاش دابا، راه فايت العام اللهم بارك. اللي بغى شي حاجه مرحبا به، الله يسخر لكم امور الخوت الله يدير الخير. خوت حنا تلاقينا مع احسن خويا كمال، هذا راه عشيري دو معايا في فيسبوك، وراه ديما كندوي معاه، عنده واحد البياسه ديال الاوبر موزايك روج اللهم بارك كما كتشوفوا. اللي بغاها مرحبا به، انا غنوريها لكم. الله يحفظك ليا اوبر، الله يحفظك ليا العادي، الله يحفظك، الله يحفظك ليا، الله يحفظك، الله يكبرك. ها هو خويا عادل، تحياتي خويا عادل، ساره بعد احنا، الله يعزك ليا، احنا مباشره شنو في الفلوج ديالو تا هو راه الموصل، الله يبارك فيك. شجعوا لي لايك وكومونتير، هذا لك لي لايك
الكومونتيرات عمر كيحبزوا باش يقدم ديما الجديد والحمد لله والله العظيم راه ماشي ساهله باش انسان يدير بلوك سوق طريعه راه صعيب ومسكين ودار اكسيدون رغم ذلك وجاوا باغي يوصل لكم واحد الصوره زوينه لي لايك وكومونتيرات غتزيدوا تشجعوه وتحيه ودانيه والله يسخر لك الامور الله يدير الخير شي كلمه كيف ما قلت لكم الخوش غنقول لكم البياسه اللي عنده دابا ديال اوبا المزيف كروش غادي تشوفوها اللي خاصه انا نخلي لكم النمره ديال خويا كمال تواصلوا معاه باش نشوفوا البياسه كي دايره دابا فوالا الخوت كيف ما كتشوفوا اللهم بارك بياسه تبارك الله زوينه عند خويا كمال اوبال مزيك روش تبارك الله تكير مازال كيصفي خاصه شويه تشالو تشدوا شي تشماش اللهم بارك لا طاي زوينه كرون طاي اللهم بارك انتما كتشوفوا كلشي قدامكم اللي بغى شي حاجه مرحبا به انا قلت لكم نخلي لكم النميره ديالو بالنسبه للثمن الاخر ديالو خويا كمال شحال كيبقى اخر ثمن 280 درهم الخوت كيف ما كتشوفوا راه كاع ما واخد كانتاكس ينفو غياخذ كانتاكس هذا غيولي روج فونسي اللهم بارك اللي بغى يختم بكانتاكس مرحبا ما بغاش يختم بالكانتاكس راه يبقى اورانج بحال هكا راه هكا عاطي العين تبارك الله زوين كيف ما قلت لكم الثمن الاخر ديالو 280 درهم اللي بغاه مرحبا به ورانا نخليكم النميره ديال خويا كما خلينا النميره خويا كما 07 75 35 لا 07 75 35 67 45 هاي النميره الخوت سمعتوها اللي بغا الطوير مرحبا به باقاش لعيبه في الدار ولا واه كاينه واحد نتيوي ديال واحد كاينه جوج ديال الريسيسيف حتى هي شمال مزيان اللي بغا انتما الخوت انا وياه راه بالسيباراسيون ديالها باقا كوبلا ساوي شويه الثمن الريسيسيف ولا حاجه باينه هادي راه الريسيسيف دابا راه كاع ما كاين في السوق ومطلوب كيف ما قال لكم خويا كمال كاينه كوبي ريسيسيف اللي بغاها مرحبا به انا نخليكم النميره لتحت ديال الفيديو اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه والله يسر لك با كمال والله يدير الخير تحياتي الله يحفظك ليه فوالا الخوت حط الطوير ديال المالينوا عند خويا رشيد تكير تبارك الله رصيل خرج الهضره وراه واجد تبارك الله تكير اللهم بارك خاصكم تسمعوه بعدا حط لكم في الشميشه وتسمعوه تبارك الله طوير زوين والله اللهم بارك اللي بغى مرحبا بي راه مالينوا دم حر كانوا شي دراري سولوا لي في الكومونتير على قبل الكره مالينوا واحد التكيره دار بالضمانه مالينوا اللهم بارك اللي بغى مرحبا بي انا نخلي لكم النميره ديال خويا رشيد تواصلوا معاه راه كاين حتى شي واد ديال المقني حتى هما اللي بغاهم لا نشاوي ديال المقنين لا الكره ديال المقنين لا التكير مالينوا اللي بغى شي حاجه مرحبا به كاين كلشي عند خويا رشيد انا نخلي لكم النميره ديالو اللي بغاه راه طوير تبارك الله زوين في صحه جيده اللهم بارك راه طاي عنده كبيره وراه يسر معكم الامور فيه والله يسخر الامور والله يدير الخير الشرق البلجي كيف ما كتشوفوا الناس كتصور في الكومونتير على قبل الهوغو رومو بياسه تبارك الله زوينين في صحه جيده اللهم بارك شنو براش كاملين ولا كوبي ثلاثه كوره كيف ما كتشوفوا الاخوان ثلاثه كوره عندنا هنايا اللهم بارك بياسه زوينين كيف ما كتشوفوا فراشات زوينين والله يدير الخير خويا ياسر هو معايا تحياتي انا جاي عندك دابا بالنسبه للثمن 20 شحال الثمن ديال البياسات 400 بيسه 500 كيف ما سمعتوا اخوان 400 درهم 500 درهم راه الهوغو صراحه شاف السوق راه ناقص بزاف ما كاينش بزاف تبارك الله الجفراشات اللهم بارك اللي بغى شي حاجه مرحبا بي انا نخليكم النميره ديال الاخ تواصلوا معاه خلي النميره الله يحفظك 06 78 75 75 19 46 اللي بغى شي حاجه مرحبا به الله يسخر لك الامور اللهم يسر ناس بزاف كيسولونا في الكومونتير على الكورومو باقي ما خدو والو هما حنا كنوريهم بياسه اللهم بارك زوينين الله يسخر الامور الله يسر الله يحفظك
احنا الخوت جينا عند خويا عبد الغني، الغني على التعريف راكم عارفين ديما كنتصوروا معاه وكنجيو عندو. كيف ما كتشوفوا راه جي بياسات تبارك الله اليوم انواع اشكال. عندنا هنا الموانو كيف ما كتشوفوا، كاين بياسات ديال لي مونداران. الموانو بشحال تبقى كوبل اخويا عبد الغني؟ 150 درهم الخوت كيف ما كتشوفوا، 150 درهم كوبلا قليل. الموانو فوق قريعه هو جي بي اس تبارك الله الزيت كيف ما كتشوفوا. ندوزو عندنا هنا لي كالوبسات اللهم بارك. كاين عندنا فاس بلون، كاين البينو، كاين بيل باناشي. بالنسبه للثمن منين شارين هنا عندنا 300 درهم من الحبشيش الالبينو كيف ما سمعتوا، من 300 درهم حتى 300 درهم من الحبشيش الالبينو. اللي بغى شي حاجه في لي كالوبسات مرحبا به. بياسات تبارك الله راه انواع واشكال هنايا اللهم بارك، وفيه صحه جيده. اللي بغى شي حاجه رانا ديجا نخلي لكم النميره ديالو تواصلوا معاه. دوزو دابا العشاق لي زانسيبارابل كيف ما كتشوفوا، عندنا بياسات ديال الروز هنايا اللهم بارك. بالنسبه للثمن 250 درهم بياسه كيف ما كتشوفوا، بياسات اللهم بارك في صحه جيده عند خويا عبد الغني. ها انتم اشكال وانواع اللهم بارك. 500 ارلوكادو بيرسوناتا كيف ما سمعتوا اخوان، بياسات ارلوكان هنايا عندنا اللهم بارك. بالنسبة للثمن 500 درهم البياسة، كاين جوج نتيوات هنايا اللهم بارك، نتيوات زوينين. الطفرة قليلة في السوق كاع ما كيطلعها بنادم بزاف، كتبقى غير الروز والفيشر نورمال. هذا راه ارلوكان تبارك الله. هنا الخوت عشاق ديال الباجي مرحبا بكم مرة أخرى. كيف ما كتشوفوا أنواع وأشكال ديال الرينبو، وكاين الأوكورومو بياسة تبارك الله جوج فراشات اللهم بارك، مستوى عالي تبارك الله عند خويا عبد الغني. بالنسبة للثمن من 300 درهم حتى 1000 درهم على حسب البياسة اللي بغيتيها، واش هوغو ولا رينبو، وعلى حسب المستوى ديالك كيف داير. أنا راه بياسة تبارك الله أنواع وأشكال. اللي بغى شي حاجة مرحبا بي، راني كنعرف خويا عبد الغني، سواء توسط لي معاه ولا اللي بغى يتصل بي من النمرة ديالو نخلي لكم في الأخر ديال الفيديو. اللي بغى شي حاجة مرحبا بي، والله يسخر لكم الإخوان. بياسة تبارك الله بضامنة على حسابي، شي حاجة مستوى عالي، والله يسخر الأمور والله يدير الخير. شرينا الخوت كل نهاية ديال الفلوق ديالنا، القريعة راه باقا عامرة. بالنسبة لي راس ديال لي كانار راه كاع ما كانو اليوم، كان غير كليشي صراحة، كي لا من جيل تشكيل كون غلي، كاين المرض بزاف صراحة داير في القريعة، وشفت الثمن طايح بزاف الإخوان. بالنسبة للريسيسيف لاكات أوبا لوبار بلاطا ما كاين حتى شي حاجة تحددة، إن شاء الله نتمناو الحاج الجاي تكون شي حاجة جديدة، يكونوا الطفرات في الكانار. بالنسبة للبيروشي زي سيف برابرا وريناكم تبارك الله بياسة زوينة عند خويا عبد الغني وعند وحدين آخرين، تشلهو كورومو كان اليوم زيد في السوق شوية. نتلاقاو إن شاء الله في فلوق جديد تعيشي لكم كاملين، إن شاء الله وليا في راسكم، والله يدير الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.